سلام البنات، سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مع عالم ليلى الجزائريه. نتمنى تنضموا للقناه تاعنا، ما تنساوش تخلوا لي جيم وابوني وتفعلوا الجرس وخلوا لي كومنت زعما تعليق الى عجبكم الفيديو تاع اليوم. نبداو كما راكم تشوفوا اليوم في العنوان، بغيت نبارطاجي معكم هذه الماكله، يعني نتمنى تعجبكم وسهله لي تيكو ديروها. كما راكم تشوفوني حاطه لهنا المقادير، نتمنى تكونوا تشوفوا فيها مليح وتسمعوا فيها مليح. نبداو بهم. لهنا راني باغي ندير لابيغي. لهنا لكيا عندي لابيغي تاع الدار انا، زعما ماشي تاع الدار، يعني لابيغي واجده. وانتم الا ما عندكمش من هذه تنجمو ديروا بطاطا وديروها تغلي وتخلوها طيب بزاف وتمرسوك مع في لابيغي كي ديروا لها. انا بغيت ندير غير بهذه. عندي وحده ساشي كيما هكا، درت لهنا 400 مليليتر تاع ماء و400 مليليتر تاع حليب، ودرت شويه ملح ودرت الدهان. وين راكم تشوفوا فيه غير مورسو غير صغير تاع دهان، نديرهم في الفوغ يحماو ونعاود نرجع معكم. ولهنا كيما راكم تشوفوا راني وجدت حبه تاع بصل مع فص تاع ثوم، يعني نتوما الا ما عندكمش الثوم هكا تاع الحبات، ولا عندكم الثوم اليابس ديروه ويعني يعطي بنا كيف كيف. درت حبه تاع بصل ويعني متحج زعما حجم متوسط صغيره ماهيش كبيره بزاف، والثوم ثاني غير فص واحد درته، ما بغيتش نكثر كيما راكم تشوفوا فيه فص واحد وجاي كبير بزاف. ولا هنا لك هي قد 200 غرام تاع اللحم مرحي، يعني قد 200 غرام اللي عندك. انا صت عندي غير هذه، درت غير هذه، وانت اللي عندك ديريها. نديرو بصل تاعنا ينقلو ونعاود نرجع لكم. ولهنا كيما راكم تشوفوا يعني درنا بصل تاعنا مع الثوم يطيب، ودرنا لابيغي تاعنا توجد في الفوق، يعني راني دايرتها تحمى. ولهنا لا فيوندا شي هذا بغيت ندير معاه شويه تاع فلفل اسود كيما راكم تشوفوا هكا، يعني غير شويه ما كثرتش، قولوا هكا نص مغرف صغيره. ولا هنا درت القزبر هكا يابس، يعني قزبر مطحون يابس. ولا هنا درت شويه تاع ملح وشويه، ما تنساوش بلي الملح انا دايرين في لابيغي، ما بغيتش نكثر بما تجيش يعني قويه. درت غير شويه تاع ملح قد مغرف صغيره. ولا هنا شويه تاع كركم، يعني نبغي نديرها في الصوالح تاع الماكله. كما راكم تشوفوا دروك اللحم تاعنا راه مجليدي، زعما جبتو غير دروك من الكونجيلاتير راه مجليدي. نخلو البصل تاعنا يطيب ونخلوه ينقل شويه، ونحطو عليه الفيونداشي. ومن بعد كي نحطو عليه الفيونداشي نبداو نزيدو فيه هادو ونخلوهم حتى يطيبوا. دوك نخلو البصله طيب ومن بعد نعاود نرجع معكم. تشوفوا لهنا الحليب والماء والدهن اللي درناهم راه محماو، نقعدوا نديروا غير بشويه، نخلوها شويه جاريه زعما ما نكثروش فيها. معنا اللحم تاعنا الا راكم سمحوا لي الا راكم تشوفوا فيه راه هنا جا شباب، ريحتو راهي تعطي شابه. الا بديروا هكا ما تسكت، وكل واحد كيف. انا درت فيه الكركم والقزبر اليابس، ودرت فيه البصل والثوم، ودرت ملح، ودرت شويه تاع فلفل الكحل. وانتم كي بغيتوا يعني لكم باغيين ما ديروش كيما كديروا غير فلفل الكحل والملح، الجيفاني شابه، يعني كل واحد وكيفاه كي يبغيها. لهنا دوك في البلا هذا اللي من تحت نديرو طبقة هكا من تحت تاع لابيغي، نديرها معا، ندير نكمل كاع بلا نديرها ونرجع معاكم. رانا درنا
الطبقه الاولى كيما هكا استفناها، دروك نديرو اللحم وفيونداشي تاعنا نديروهم، تجي شابه بزاف هذه الماكله. انا وحده من الناس ما نبغيش لابيري كي تكون نورمال تاكليها غير هكا وصايي، بصح هذه تعجبني ماكله كيما هكا تعجبني. ريحتو شحال تعطي الشابة تاع اللحم، وحقكم في الجنة ان شاء الله، شهيتكم في الجنة يا يعني. نديرو كيما راكم تشوفو، نزيدو طبقة زوجة تاع لابيري، الا تخافوا عليها الا تولي تطلع لكم من الفوق. ديروا كيما هكا كاع مغرف مغرف، ومن بعد بداو بشويه مسحوا فيها. هكا دروك ندير الفرماج، فرماج غافي. البنات كي جا بلا واحد الريحه راهي تعطي منه، شوفوا راكم تشوفوا كي خليته احمر، سمحوا لي هادو تاع الفرماج كي داب، راكم تشوفوا كي جا من جا شباب بزاف بزاف بزاف. دوك نقسم منه مورسو ونوريكم كي جا، نشوفوا كي جا. تاني قسمت لكم هذا لهنا، يجي يجي كروستي هكا، يجي مقرمش هكا. سمحوا لي الفوار يجي شباب بزاف. نتمنى البنات تكونوا جربتوه، تكونوا تجربوا ان شاء الله هيا، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تخلوا لي كيما قلت لكم جيم ولايك، جيم ولايك، ما تنساوش تخلوا لي جيم وابوني وتفعيل الجرس وتعليق إلى عجبكم البلا هذا. باي.